عملت كل اللي انت قلتي عليه ودخلت الامتحان دلوقتي، اتحطيت قدام ورقه الامتحان هوب نسيت، اعمل ايه؟ في حاجه اسمها نسيان المؤقت. ايه بقى الحل لو انا قدام الورقه دلوقتي وناسيه؟ حلو. ايه الحاجات اللي اعملها تفكرني؟ حلو، طب خليني اقول لك على شويه حاجات برضو معلش ياكلها ويشربها. لا ده انا عايزاكي تقولي لي معلش ايه، انا تساعده عشان تقولي لي تساعده على الذاكره، ودي برضو احدث حاجات ودراسات اتقدمت للطلبه. اكل الكركم. حلو. الكركم. الكركم لا بس دي مش اجابه سؤالي، هنجيب له كركم منين؟ ما انا هقول قدام الورقه دلوقتي. لا 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 انا بتكلم قبل الامتحان خالص. قصدك دي مش هتخليه اصلا ينسى. ايوه انا بقول لك الحاجات اللي مش هتوصله، انا اسفه اقول لك المحطة نسيان في الورقه. يعني خلينا نعالج. طب لو حصل تحصل والله. لا بس ماشي، ما انا هحللك كل هعقدهالك برضه. لا ولا يهمك عشان تبقي عارفه. ولا يهمك ولا يهمك، مش هنعقدها خالص، ان احنا جايين عشان نساعد الطلبه. فخليها قبليها الكركم مهم جدا، انه بيحفز بيوصل الدم للمخ. اوكي رائع. قرع العسل. بصي بقى احنا مخنا عباره عن 60% دهون. بتاخديهم من ايه؟ من السلمون، من التونه، من السردين. فطول ما انت بتاكلي الحاجات دي اوميجا 3 على طول. ممكن ياخد فيتامين اوميجا 3 وليه ربنا خلق لنا حاجات؟ لا قصدي يعني لو في ناس ما بتحبش، بس انا بحب دايما ربنا خلق لنا حاجات كويسه احنا ناخد منها صح. طيب عندك الدارك شوكليت، عندك التوت، الفراوله. هقول بقى حاجه صادمه شويه على فكره، فنجان قهوه في اليوم هيساعد. والشاي الاخضر هيساعد. الشاي الاخضر فيه كافيين برضو عالي. كل ده بيحفزه. بصي اللي بيزيد على حده قوي بينقلب لضده، اي حاجه اي حاجه بتزيد عن حدها بتتقلب لضده.